بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحية وكل الأمنيات الطيبة، يحدثكم أحمد محمود سلمان، دكتور ومدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، وابن قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة عين شمس. في هذا الفيديو أتوجه برسالتين سريعتين. الأولى هي رسالة ودعوة للتفاؤل بخصوص النتائج الأولية للتجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية للقاح أكسفورد، وهي دعوة للتفاؤل الحذر، وهذا ما تم سرده في المقال المكتوب وفي البحث المنشور الذي يمكن الرجوع إليه للاستفادة. الرسالة الثانية هي دعوة ومناشدة موجهة للإنسانية عموما ولوطن الحبيب مصر وللعالم العربي أجمع، وهي ضم صوت لأصوات ومناشدات بدأت من أكثر من 5 أو 6 سنوات خلال فترة وباء الإيبولا، بالدعوة للاهتمام وتوجيه وتسليط الضوء على الأبحاث العلمية عموما. وكنوع من التخصص هتكلم أكثر على أبحاث الاهتمام بتصنيع اللقاحات والمناعة والأمراض المعدية والأوبئة. وحتى في أيام يعني المناشدات التي ظهرت من 5 أو 6 سنوات في فترة الإيبولا لم تكن وليدة اللحظة، لأنه كان في خلال 15 سنة اللي قبل وباء الإيبولا ظهر أمراض عديدة، يعني انتهى بعضها إلى أوبئة أو كان على وشك أن ينتهي إلى وباء عالمي، منها مثلا إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، زيكا فيروس، الميرز أو اللي هو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو السارس، وانتهاء بالإيبولا الذي يعني لم يكن وباء بالشكل الكارثي الذي نعهده الآن. فأتمنى أن نتعلم هذا الدرس بعد يعني هذا الوضع القاسي اللي بنمر به والتأثيرات الكارثية على جميع الأصعدة.